عدم استقرار عاطفي، تقلبات مزاجية حادة، خوف من الهجر وتبني سلوك مؤذ للذات، خلل في العلاقات الاجتماعية فضلاً عن الاندفاع والتهور والشعور الدائم بالاكتئاب والغضب. علامات تشير إلى الإصابة باضطراب الشخصية الحدية، حالة يجدها الاختصاصيون النفسيون يومياً خاصة بين المراهقين. الخطير أنه في حال عدم علاج هذه الأعراض والتعامل معها بجدية تزداد المشكلات في حياة المصاب، ما يدفع 70% من المشخصين به إلى محاولة الانتحار مرة على الأقل بحسب دورية الطب النفسي الصادرة عن جامعة كامبريدج البريطانية. أما عن أعداد المشخصين بهذا الاضطراب فتقول دراسة صادرة عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إن نسبتهم هي 1.6% فقط من البشر، فيما يعتقد أن هذه النسبة قد تكون أكبر من ذلك بكثير، إذ إن انعدام الوعي به وعدم البحث عن مساعدة متخصصين غالباً ما يجعل الأرقام الموثقة للإصابة به أقل بكثير من الواقع. بعض الدراسات تشير إلى ارتباط بين العوامل الجينية الوراثية والبيئية والبيولوجية للإصابة والحالات التي قد تعزز فرص الإصابة باضطراب الشخصية الحدية، بينها التعرض لصدمة في مرحلة الطفولة وسوء المعاملة والإهمال. المتخصصون النفسيون يجهلون إلى يومنا هذا الأسباب الرئيسة المؤدية لاضطراب الشخصية الحدية، لكنهم يؤكدون أن اضطراب الشخصية الحدية قد يتطور في المستقبل إذا لم يتم اكتشافه باكراً، إذ إن المشكلات ذات الصلة يمكن حلها قبل أن تتحول إلى اضطراب دائم.